او ليش القنوات تخاف يعني مثلا تنقل هاي الاحداث انا وياكم بث مباشر احنا مو شعب جاي نظهر مو جاي نطالب بالاصلاحات بالشوارع والحدود والفساد والبنى التحتيه والاموال اللي انهبت. ليش العالم ما جاي تتظاهر ويانا؟ ليش بس الصدريين موجودين بالعراق؟ هاي الشهداء والجرحى قبل يومين يقولون تشرين ما عبروا جسر الجمهوريه، الصدريين عبروا بثمان دقائق، هسه شلون احنا عبرنا العاد؟ هاي الشهداء والجرحى لمن نطيناها؟ هاي الاطلاقات النار عليه من جاي تطلق؟ عم سندونا يا شعب اطلعوا ويانا، احنا مو بس صدريين، احنا نريد عراق مستقل خارج عن التبعية والتدخلات الخارجية، نريد وطن حور محترم بين الدول. اطلعوا هاي الشهداء والجرحى لمن جاي نقدمها؟ 73 مقعد نطيناها والله العظيم يبتشون الصخر بالقرآن، شهداء وجرحى جاي. انزل بقناتك وباوع وصور، ومننا ومن على منبركم ختج القنوات تصور، لو تخاف على فلوس لا تنقطع، تعالوا صوروا بوع الشهداء والجرحى. يعني احنا كقناة الفلوجة وياكم، بس قناة الفلوجة موجودة بخط الصد الاول وبصوره مباشره، كل شيء مسجل بميزان الله، وبكل كل شيء ما يضيع. اللي سجل الحق الله يخليه ويا الحق، واللي سجل الباطل الله يخليه ويا الباطل. يا بني دال العراقيين، احنا مو بس صدرين، تعالوا نخلص العراق من الفله الفاسده.